السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تجارب جي اس اي باو موديل 2024، تأتي بمحرك 4 اسطوانات بسعة 1.5 لتر، توين تيربو يولد قوة 170 حصان و 270 نيوتن متر من عزم الدوران، متصلة بناقل حركة اوتوماتيكي من 7 سرعات. طبعا نظام الدفع امامي، معدل استهلاك الوقود هو الاقل من فئات سيارة السيدان الرياضية، حيث ان اللتر الواحد يمشيك 18.9 كيلومتر، وسعة خزان كبير تقريبا 50 لتر، والتسارع من 0 الى 100 كيلومتر خلال 6 ثواني. وشكرا لكم.